طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة حول آخر التطورات على الساحة العراقية. ونبدأ مع الخبر المؤلم الذي حصل اليوم الفجر في محافظة كربلاء بعد قيام ميليشيات باغتيال الناشط إيهاب الوزني. إيهاب الذي كان هو ناشط ورئيس اللجنة التنسيقية لتظاهرات وثورة تشرين. هذه الميليشيات التي قامت باغتيال الناشط البارز في التظاهرات بمحافظة كربلاء إيهاب الوزني قامت باغتياله أمام منزله في منطقة الحداد. وقال صديق للوزن بأنهما كانا سويا في قبل أن يقوم إيهاب بالذهاب إلى بيته، حيث كانت مجموعة مسلحة تنتظر الشهيد إيهاب. ولدى وصوله قامت بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم للصوت وأردته قتيلا على الفور إثر إصابته برصاصة في الرأس. كاميرات المراقبة رصدت لحظة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء قرب منزله في منطقة الحداد. خلونا نشوف ما رصدته كاميرات المراقبة. الدراجة ما استطلعت له قبل جوارة. أوه هنا صار راح يطلع بس ما يطبق ولا ما يطبق. على شنو الدراجة وين هسه؟ سيد الدراجة واقف من هاي الصفحة. هذا هنا واقف. هذا مجال طيب مجال. هاي الدراجة طبت. هاي الدراجة طبت. واحد نفل عليه هنا. نو نفل. هذا وين طاب شارع؟ دراجة قبله طبت. دراجة قبله طابه. هذا نفل وطلع. نعم. طبعا في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر تقوم هذه الميليشيات التي تدعي بأنها فصائل إسلامية ومقاومة بقتل ناشط سلمي في محافظة كربلاء. ومثل ما شفنا في الفيديو قبل قليل كيف رصدت كاميرات المراقبة، القوات الأمنية وينها؟ وينها عن عمليات الاغتيال التي تجري بحق المتظاهرين السلميين؟ ما شفنا لغاية الآن أنه حكومة الكاظمي استطاعت إلقاء القبض على من قام بقتل واغتيال الناشطين والمتظاهرين. طبعا يعني مثل ما نشوف العاجل على شاشة قناة الرافدين، يعني احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، قاموا بحرق جزء من السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، لأن اتهموها بشكل مباشر بأن الميليشيات التي قامت باغتيال الناشط إيهاب هي تابعة إلى إيران. خلونا نشوف هذه المقاطع والصور الأولى التي وصلتنا قبل قليل. طلق حي طلق حي. صعب مدفون. وي حرقوا القنصلية الإيرانية. وي الأطراف الأطراف. اطلع بالتكي. دزونا دعم. شباب استهرات استهرات شباب. لا 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 ل
الصور وردتنا قبل قليل بالمحافظة كربلاء بالقرب من القنصلية الإيرانية هناك، حيث قام المحتجون الغاضبون على مقتل الناشط إيهاب الوزني بحرق جزء من القنصلية الإيرانية، واتهموها بشكل مباشر منذ الساعات الأولى لهذا اليوم بأنها المسؤولة والتي أعطت الأوامر للميليشيات بقتل إيهاب الوزني الناشط السلمي في ثورة تشرين. كما نشاهد هذه الصور المعبرة عن غضب الجماهير في كربلاء، قاموا بحرق جزء من القنصلية الإيرانية وتجمع الشبان حول القنصلية، وقامت قوات الشغب بإطلاق الرصاص في وجه المحتجين الغاضبين. لا أعلم هذه القوات أين كانت لحظة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، ولماذا لم يتم إلقاء القبض لغاية الآن؟ ربما هذا التساؤل يجيب عليه الأعزاء المشاهدون ومن يتصل على حلقة هذا اليوم. معنا اتصال إيهاب من كربلاء. إيهاب، كيف ترى اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء؟ بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لإيهاب الوزني هو إن شاء الله مخلد وتاريخه مشرف ومحفل، ولا يعني الدقائق ما يصير نختلزه، يعني ما يختلزل إيهاب هاي الدقائق. نعم. ثانية، وبعد العار والخزي إلى الذين قاموا باغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني. طريقة اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني كانت مماثلة إلى طريقة اغتيال الدكتور فاهم والدكتور علاء مجدوم. بالنسبة لنا احنا كأهالي كربلاء قررنا التصعيد، اعطينا المهلة المحلية في كربلاء المقدسة مهلة 48 ساعة في التصعيد، وحاليا التصعيد بدأ، ولكن بعد 48 ساعة ان شاء الله التصعيد قادم، وقادم ان شاء الله حاليا اغلب شوارع كربلاء قطعت، والقنصلية الإيرانية كذلك، لأنها السبب الرئيسي في يعني المتهم الأول في يعني الأتباع الإيرانيين الموجودين هم يعني لا تخضع عليكم الولائيين وال. نعم أخي إيهاب، يعني أنت ترى بأن القنصلية الإيرانية في كربلاء مسؤولة عن 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 دفع من قام بقتل الشهيد إيهاب الوزني؟ لا يخفى عليكم يعني التدخل الإيراني الواضح والتدخل الأمريكي، ولكن طريقة التدخل الأمريكي الإيراني الواضح جدا يعني بالمناطق خصوصا الشيعية يعني على أغلب التدخل يعني، وطريقة الاغتيال يعني الأماكن محصنة ربما يعني داخل قطع يعني إحنا كأفراد محافظة كربلاء لا نستطيع الدخول إلى ما بين داخل القطع، يعني كيف يعطيني سبب شلون طريقة الاختيار؟ يعني احنا انا كأحد الناس عندي سيارة لا استطيع الدخول، بينما شخص ايراني هسه او من خارج اي بلد يجي الدخول طبيعي. ثانيا، موجودة كاميرات مراقبة، وكل واي سيارة اي دراجة موجود لها باج عند الدولة. انا طالب الان الجهات المعنية المختصة ان التحقيق فوري، يعني انا احققها في التحقيقات، والتحقيقات مثل الإجراءات القديمة المتبعة السياقات. نعم. وكذلك تنفق القضية وتنتهي من الأمصار. بالنسبة لهذا التصعيد الآن مكتمل. نعم. كربلاء يعني شبه مغلق الآن هسه، يعني نعم. شبه مغلق التصعيد إن شاء الله مستمر، وإن شاء الله ثوار كربلاء وعشائر والوجهاء كربلاء يعني يستنكرون هذا العمل الجبار. نعم أخي إيهاب، يعني إذا تسمح لي بمقطع سابق للشهيد إيهاب الوزني، قال بأنه سوف يعني يقتل، وكان أمام قائد الشرطة وحمل القوات الأمنية مسؤولية حمايته وحماية بقية الناشطين والمتظاهرين. هو السؤال، أين القوات الأمنية؟ هناك كاميرات مراقبة، إجوا اغتالوا إيهاب، ما من الثمين، راحوا بالموتور. معقولة يعني مدينة كربلاء، محافظة كربلاء محافظة آمنة، يعني يصير بها هذه الأحداث وما يلقون القبض على القتلة؟
بالنسبه احنا بالنسبه لاي موجود شخص خارج العراق حتى بالبيت بالعمل مهدد انه ينقتل باي لحظه، لا يوجد امان بالعراق. ثاني وبعد هناك جهات يعني معلنه وتعلن شخصيات وموجوده ومعروفه مسامع القوات الامنيه، موجوده الشخصيات يعني مبينه. اما بالنسبه للكم الهائل من الجيش والشرطه والمكافحه للارهاب والشغب هذه الشرطه اين كانت عندما والاجهزه الاستخباراتيه؟ يعني هذه الاجهزه تصرف ملايين الدولارات يا اخي العزيز، ملايين الدولارات. زين هذه اين كانت؟ الكاميرات الحراريه الموجوده داخل كربلاء، يعني هسه انت حضرتك موجوده داخل كاميرات داخل قطع ماس كربلاء يوجد بالكامل، يعني كاميرات حراريه يعني بامكانها التعرف على الاشخاص متى ما عرضت مطابقه للصور او اي متى يرجع، يعني موجوده ما طول تصوير بالكاميرا يقدر يرجع، لكن لا توجد هناك صلاحيه او هي امنيه في التحقيق بالموضوع اصلا. لان الجهات هي اصلا معروفه وهم اصلا يعني دبرت بليل، يعني هم ظنوا انه يستطيعون اسكاس الثوره من خلال قتلها، ولكن كل سائر الان هسه في كربلاء هو عباره عن انهاك وهو عباره عن سائر. احنا هسه بالنسبه لنا امهلنا الحكومه 48 ساعه ان شاء الله للتصعيد المستمر ان شاء الله. هناك زين اخي ايهاب، تساؤل اخر، يعني بعد هذه العمليات هذا مسلسل الاغتيالات بحق الناشطين والمتظاهرين السلميين، ما تشوف انه لازم يعني تاخذون احتياطاتكم؟ مثلا ما يمشي وحده تكون طلعته بحساب رجعته للبيت بحساب حتى يحافظ على روحه، يعني دماء كثيره راحت، دماء راحت، هذه الدماء الوطنيه الشريفه. اخي العزيز احنا بالنسبه لدمائنا يعني نعطيها لنضيع المستقبل نحو الشباب، نحو جيل من الشباب لازم ان يزدهر ان يتقدم ان يشارك التعليم الصحه التربيه، هذا لا يوجد. يعني احنا بالنسبه لنا دمائنا غاليه ولكن الوطن بحاجه، يعني دمائنا اغلى تعطيها للوطن، الوطن يستاهل. بالنسبه احنا هسه كربلاء معرضين باي لحظه انه القتل موجود. يعني ما طول الموت محقق، فلا ماكو داعي انه يعيش جبان وخايف طول العمر، ماكو. يعني ان شاء الله احنا مستمرين، يعني دمائنا للوطن فداء وان شاء الله. أنا أشكرك إيهاب وربي يحفظكم ويرحم الشهيد إيهاب الوزني وجميع شهداء العراق. معنا اتصال من الناشط حسين من العاصمة بغداد. أخي حسين، شلون نشوف مسلسل اغتيالات مستمر ويبدو بأنه يعني مع الأسف نقول هذا أنه يعني لا تنتهي بقتل الشهيد إيهاب الوزني؟ طبعا الفاجعة كبيرة. نعم. خبر اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني. إيهاب الوزني هو الناشط من ضمن الناشطين المعروفين منذ مظاهرات 2011 25 شباط 2011. نعم. إيهاب الوزني هو متظاهر مسالم يحبه. نعم. كل أبناء محافظة كربلاء وكل الناشطين في كل الساحات. الجريمة التي حصلت هي بالتأكيد سلسلة من جرائم لتصفية أبناء العراق الحقيقيين، ونعلم بأن من يقتل الناشطين المدنيين هم أعداء العراق وأعداء هذه الدول اللي هي محتلة العراق، محتلة العراق. فاغتيال إيهاب هو اغتيال كل إنسان، وكل كل إنسان عراقي يقول لا لهذه الأحزاب الفاسدة وهذه الأحزاب عذاب الموت، وهذه الحكومة التي أتت من ضمن هذه الأحزاب اللي تملك كلها ميليشيات وتملك فرق موت. لا نعول على الحكومة ولا نعول على أي جهة حكومية، لأنهم قتلة كلهم مشاركين، كلهم مشاركين في قتل الناشطين، كل الموجودين أهم، ليس فقط الحكومة وإنما حتى الرأي العام، حتى الأمم المتحدة، حتى المنظمات المجتمع المدني، حتى المنظمات المجتمع الدولي، حتى حقوق الإنسان. لأننا
من 2011 هناك اغتيالات وتغييب واعتقالات في حق الناشطين وكل متظاهر، ليس فقط الناشط، وإنما أي مواطن يقول أنتم مجرمون وأنتم فاسدون وأنتم أتباع الدول التي أتت من أجل احتلال العراق يقتل أو يغير. فاغتيال إيهاب هو اغتيال كل إنسان عراقي شريف. نعم. نحن كناشطين نحمل حكومة الكاظمي وحكومة المحلية والأجهزة الأمنية وكل ما لديه مسؤولية أمنية، نحمل أول شيء نحمل الدم، نحمل الأحزاب الفاسدة ونحمل حكومة الكاظمي بقتل إيهاب وقتل كل الشباب. الثورة ثورة تشرين مستمرة، ثورة تشرين اليوم وغدا لن تهدأ إلا بمحاسبة هؤلاء المجرمين الذين أوغلوا في قتل شباب تشرين والمواطنين العراقيين والناشطين. اليوم الناشط المدني هو اليوم في خطر. منذ انطلاق ثورة تشرين هناك اغتيالات واعتقالات. نعم. أخي حسين، يعني ربما يطرح هذا التساؤل للمرة المليون، يعني أنت تقول بأن الحكومة والقوات الأمنية مسؤولة عن قتل الناشطين، من هي الجهة برأيك التي تقوم، أو بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، من هي الجهة التي تقوم بعمليات الاغتيال؟ هل هناك جهة محددة من قبلكم؟ عزيزي، احنا بالنسبة ان هناك قوائم قد نزلت بقتل المتظاهرين، ومن ضمنها من ضمن الاسماء كان موجود إيهاب الوزني. هناك قوائم تصدر والكثير من الجهات التي قتلت وهددت المتظاهرين وجهات معروفة. اليوم بلد بيد الميليشيات. اليوم هذه الأحزاب هي الأحزاب، هي كل حزب اليوم لها جهات اقتصادية ولها جهات اغتيالية ولها جهات استخباراتية، فالجهات معروفة. نحن ما دام نقول أنكم فاسدون، فاليوم نحن دمنا مهدور من كل الجهات الموجودة. اليوم أنا أحمل كل جهة موجودة بالعملية السياسية وكل وحمل الحكومة الكاظمي، لأن حكومة الكاظمي هي من أعطت الضوء الأخضر بقتلنا، هي من قالت اقتلوهم اخرسوهم. فاليوم نحن كمتظاهرين وكناشطين نحمل الحكومة، لكون الحكومة هي الجهة ال تملك الأمن وتملك المخابرات والاستخبارات. نعم. فنحن نحمل حكومة الكاظمي ونحمل هذه الأحزاب، أحزاب الخراب والقتل. نعم. وإلى رحمة الله إيهاب وإلى كل ثوار تشرين. آمين يا رب، آمين. أنا أشكرك الناشط، كان معنا حسين من بغداد، معنا الناشط سلام من العاصمة بغداد. يعني أخي سلام، القوات الأمنية لم تستطع إلقاء القبض على قتلة إيهاب، ولم تستطع إيقاف عملية الاغتيال، بل منعت من أراد القدوم إلى محافظة كربلاء للقيام بتشيعة. وكذلك قبل قليل كما نشاهد العاجل على قناة الرافدين بأنها قامت بحملة اعتقالات بحق المتظاهرين الذين خرجوا بتظاهرات قبل قليل في محافظة البصرة. إذن القوات الأمنية موجودة، ولكن عندما تحدث عملية اغتيال لا نجد هذه القوات الأمنية. ما هو تفسيرك؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وجمهوركم الكريم، والرحمة والخلود لشهيد العراق. آمين. البطل إيهاب جواد الوزني رحمه الله. حقيقة يعني هذه الجريمة ليست جديدة، هذه سلسلة من حلقة من سلسلة كبيرة من سلسلة اغتيالات الناشطين المدنيين. بالحقيقة هذه الديمقراطية في ظل هذه المنظومة السياسية هي عبارة عن شبه مسرحية. ممكن الإنسان يتكلم، لكن هناك خطوط حمراء، أي واحد يتجاوز هذه الخطوط ويكون خطر على هذه المنظومة سيتعرض للترهيب وفيما بعد للاغتيال. هذا ليس الأول وليس الأخير. الشهيد البطل، ما حدث اليوم هزة كبيرة بصراحة لكل الناشطين
اللي فجعت قلوبهم بهذه الجريمة، لكنها في نفس الوقت هي بداية انطلاقة لثورة جديدة. هذه الهزة كل الناشطين يعني بدأوا بمراجعة النفس وبمراجعة النشاط اللي هم بيه وبإعادة لم الشمل من جديد. هذا لأنه الكل بدأ يحس بالخطر، بأنه الخطر واحد مهما اختلفنا في التوجهات، لكن الخطر واحد. أي واحد يحاول ينجح في شيء يلقى مصيره الترغيب التهديد ومن ثم الاعتقال أو الاغتيال. الآن القوات الأمنية يعني برغم اغتيال الشهيد البطل، لكنهم ما زال يرعبهم هذا الـ هذا الـ هذا الشخص. منذ فجر اليوم مدينة كربلاء في انذار كامل، أغلقت كافة الطرقات. حاولنا من الرابعة صباحا الوصول إلى المدينة، لكننا طرف سيطرة الويد وفي جنوب كافة مداخل كربلاء كانت مغلقة، لم نستطع التواصل إلى الوصول إلى داخل المدينة للأسف الشديد. لكن أخواننا الذين يعني كثير منهم تسلل ما بين الطرق الريفية ووصل إلى داخل المدينة للمشاركة في هذه يعني الحديث. نعم. من خلال النشطاء. نعم. والمتظاهرين والمواطنين في محافظة كربلاء. نعم. حملوا بشكل صريح وواضح إيران والميليشيات الولائية التي تتبع إيران بقتل إيهاب ومن قبل إيهاب من الشهداء، شهداء العراق. هو بصراحة إيهاب بالذات الله يرحمه كان مهدد، وكان حتى إلى تسجيل أمام مدير شرطة كربلاء. نعم. إحنا نحمل لك المسؤولية كاملة، نعطي أسماء الذين يهددوه وأسماء اللي هو نفسه يشك بهم ومقدم أسماءهم للرئيس الشرطة. فلذلك أكيد القوات الأمنية تتحمل مسؤولية كاملة على هذه. لكنه اللي قام بالاغتيال هو ليس هو هذه الحثالة اثنين أو ثلاثة اللي جوا بالكواكب. الجريمة هي ما وراء هؤلاء الاثنين والثلاثة، ما وراءهم هي منظومة كاملة من المافيات، اللي جزء من عندها أحزاب سلطة، جزء من عندها ميليشيات. هذه الميليشيات لا تريد للدولة ولا تريد لوطن آمن، مثل ما يداعي إيهاب الوزني وغيره ويقول أريد وطن. هم لا يريدون وطن، يريدون بقاء الوضع على ما هم عليه، لأنهم منظومة عصابة من الفاسدين ومن الميليشيات اللي تتبوك ثروات البلد وتعطيها إلى دول الجوار. هذه الميليشيات ما يهمها، يهمها أنه كربلاء تبقى على هذه الحالة، ويشوف إيهاب الوزني خطر عليها، لذلك اختالته. مع أنه هو ليس لم يكن يعني مرشح للانتخابات أو للمنافسة على منصبهم، لكنه يعرفوه معارض ومؤثر تأثير قوي جدا في الجمهور وفي الشارع الكربلائي وفي كل العراق معروف. لذلك تم اختياله. من اختاله هم ليسوا الاثنان اللي جوا بالكاتب واختالوا، ما اختاله منظومة جاءت وهي اللي وجهت هؤلاء الاثنان لاختياله. نعم. أنا أشكرك أخي سلام من العاصمة بغداد كان معنا. خلونا نشوف مقطع سابق للشهيد إيهاب الوزني من وهو يتحدث أمام قائد شرطة محافظة كربلاء ويحمله مسؤولية الحفاظ على نفسه وعلى بقية المتظاهرين والناشطين. نشوف المقطع ونرجع لكم. كاملة. رجل مهدد اليوم، انتم كلكم اليوم الموجودين قائد شرطة كربلاء، والله العظيم انا منطي حتى الاسماء اللي اذا انقتلت اني بالقرآن ما تلقون قيادة الشرطة، ما تلقوها موجودة هنا أنا. زين انهم بين اكشفوا لنا، انتم مسؤولون عن حمايتنا. كل واحد ما يقدر، كل هؤلاء المتظاهرين اليوم مهددون، اي واحد يقتل او يضرب منهم انتم المسؤولين، واذا ما تقدرون وخروا، اكو كفاءات بالبلد، اكو موجودة، اكو خبرات موجودة قادرة ان تحمي امن كربلاء وابنائها بايام معدودة. نعم، معنا الناشط كرار من الناصرية. اخي كرار، يعني كلام واضح للشهيد الله يرحمه إيهاب الوزني في تسجيل سابق حمل فيه قائد الشرطة والقوات الأمنية، وقال لأنه أنا أعطيتك أسماء من يقوم بتهديدي بالتصفية والقتل. تفضل أخي كرار، تعليقك على استشهاد واختيال إيهاب الوزني. أولا أحب أعزي نفسي بهذه المصاب، وأحب أعزي الشعب العراقي بهذه المصاب الذي الفاجعة التي أصابتنا اليوم باستشهاد الناشط المدني والسائر إيهاب جواد الوزني.
طبعا هو شفت الشهيد قدم لقائد شرطه كربلاء، قائد شرطه كربلاء، كل الاجراءات ما جاي تصير. احنا اليوم الصراحه متخوفين من الشارع، احنا كناشطين واحنا كمحتجين في عموم العراق، يعني الصراحه نتخوف ان نخرج في الشارع، نتخوف ان نرشح نفسنا للانتخابات، ان نطرح نفسنا كبديل للنظام السياسي، كالمخاصصه التي جاءت بها ايران، التي جاءوا على مثل الدبابه الايرانيه ووضعتهم الصدور الايرانيه، الصدور الايرانيه، نحن اليوم ذاهبون الى اين؟ الى قتل، اغتيالات، سلاح منفلت، ميليشيات تقتال الناشطين هنا وهنا، احنا لا نخرج ان نطالب البلد في الهاويه، بل نسعى الى تثبيت قوانين وسياقات الى ان تكون البلد امن ومستقر. كما الشهيد ايهاب الوزني كبقيه الشهداء، الشهيد هشام الهاشمي والشهيد تحسين السامي وغيرهم من الشهداء كثيرين. الى اين هذا الملف باغتيالات الناشطين، ملف اغتيالات المتظاهرين، اين اصبح به؟ اين صار؟ حكومه الكاظم اليوم من اجت من قعدت على شنو سوت مطالب المتظاهرين؟ شنو سوت مطالب للناشطين؟ يعني كل جاي نشوف الميليشيات السلاح منفلت وكانما لا حكومه لا دوله. الى اين العراق ذهب؟ الى اين احنا كمحتجين نطالب اليوم من السيد الكاظمي، من حكومه الكاظمي، من الامم المتحده، من الدول العربيه ان تقف معنا كناشطين وكمحتجين، لان احنا اليوم لا حمايه دوليه ولا حمايه اقليميه، ونحن واحنا ارواحنا ارواح تذهب سذجت، يعني ما اعرف اوصف الكلمه، يعني خبر استشهاد سائق. طبعا ايهاب صديقي واستاذي، كنا كثيرا ما نجلس ونتحدث، فما اقدر اوصف الكلمه، فما اقدر احكي يعني اي كلمه، ما اقدر يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على دول القتل. وهل بعد ايهاب، نحن هل بعد الى متى راح نظل نعطي ارواح عبرياء؟ الى متى؟ توقيت اغتيال الناشط الشهيد ايهاب الوزني في شهر رمضان وفي ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، شلون نشوفه؟ يعني هذا اللي يرتكب هذا الجرم، هذا شيء يحمل يعني؟ هل لديه شيء من الاسلام؟ هل لديه شيء من الانسانيه؟ نعم استاذ، وجهتان لعمله وهما وداعش، الاحزاب الاسلاميه والاحزاب الايرانيه وميليشيات ايران، وشتان لعمله واحد، هم وداعش نفس الزي ونفس، يعني انتم هذا احزاب اسلاميه تحرضون على قتلنا، احنا نشطاء ابرياء لا نحمل السلاح عزت في رمضان في هذا، انتم اذا تدعون الاسلام وتدعون الدين، انتم يا اهل العمايم اللي قاعدين بالسلطه يا عمار ومقتدى وغيركم، انتم اللي قاعدين بالسلطه، انتم مو تقولون احنا احزاب شيعيه، احنا احزاب اسلاميه، احنا هل منهج اهل البيت ايش يقول ان تقتل الابرياء؟ هل الامام علي كان عنده ميليشيات ويقتل ويفوق ويسرق؟ هل الامام الحسين اني خرجت لاشره ولا بطل وانما خرجت لطلب الاصلاح لامه جدي؟ هل اليوم الامام الحسين يرضى على هاي افعالكم؟ هل النبي محمد يرضى على هاي افعالكم؟ هذا شهر رمضان، شهر الخير وشهر البركه، تقومون تقتلون فينا احنا كناشطين وكاتمات اصوات، ليش؟ هل يعني الى متى انتم تقولون احنا احزاب اسلاميه واحنا اجينا احسن من صدام واحنا جينا راح نفتح لكم واحنا حزب الدعوه؟ وينكم؟ كل شيء ما شفنا منكم، بس الاغتيالات والكاتمات وخراب ودمار، لا صحه لا تعليم، اسلاح منفلت، الى متى؟ ميليشيات تهدد، ميليشيات تصور وتجول، ميليشيات تهدد حياه الابرياء، الى متى نظل احنا في هذه الفوضى؟ نريد عراق مستقر، نريد عراق امن، نريد ان نعيش بسلام، لا نريد السلاح منفلت مهيمن على ارقامنا، لا نريد ان نجعل الخراب لهذا البلد، هذا نريد ان نجعل العراق بلد مستقر، لا نريد ان نجعل لا عمامه سياسيه ولا عمامه دينيه. خلونا نعيش بخير وسلام، احنا روحنا جاي تموت، شباب جاي نطلب عمر الورود، شنو ذنبهم؟ شنو ذنب الجرحى جاي تروح؟ شنو ذنب الشهداء جاي تروح؟ الشهيد عنده عائله، عنده اطفال، عنده مرته وراه، عنده، الى متى هذا نعم. انا اشكرك اخي كرار من الناصريه، كان معنا بسام من بغداد، تفضل اخي بسام. اخي بسام ماذا تعلق؟ خليك اخي، انا بسام من مدينه الثوره. الناشط ايهاب الوزني، يا هلا بيك، اهلا وسهلا بك. الله يخليك ومحييك. الله يخليك. استاذ سقطت كل الاقنعه واتضح كل شيء للشعب. نعم. وكنا معسكرين، واحد للعماله والثاني مثل ايهاب ضحى بنفسه وضحى. يعني واضحه، يعني المعسكر الايراني جاي يشتغل بالبلد. نعم. يكتر وينهب ويسلب وما تقصر ويانا ودا يسوي هاي الحال مالته، وواضح يعني ما حد يقدر يقول انه ايران مو مبارك تقتل الناشط اخونا العزيز الله يرحمه في هذه الليله.
صاحب الوزني يعني من وراها. وحاليا انت اذا عندك اتصالات انا اعرف القناه صعبه تقدر تشتغل بالعراق لان الميليشيات الولائيه راح تقدر تقتل مراسلكم، لكن انا حاليا في كربلاء تم اقتحام القنصليه الفارسيه الصفويه واضرام النار فيها، يا ريت لو تاخذ عاجل على الخلاف. لا اخذنا اخذنا اخي، وهاي الصور قدامك اذا تشوفها، هاي الصور اخذناها من بدايه الحلقه. نعم الصور بعد تعرض بشكل حاليا متكرر. نعم الله يسلمك. حقيقه يعني هو حقيقه الوضع على ما هو عليه، اذا لم يتحرك جميع الشعب العراقي بكل اطيافه واتجاه هذا الموقف وياخذون موقف واحد راح يبقى نفس الحاله بصراحه، راح يبقى يقتلون بينا يوميا واحد بعد واحد، وهم باقين الزعامات مالتهم على كراسيهم ومستفادين، وكو الصغار مالتهم اللي هم هذول على الدراجات وغيرها من الشعب مال الصغيره تطوهم يطوهم التعليمات يوميا يكتلوا من يمنا واحد اثنين ثلاثه الى ان يسكت الصوت العالي. هل راح يسكت صوت الشعب؟ انا السؤال هذا اطرحه هم من خلال قناتكم الكريمه. لا اكيد لا، هي من القنوات القليله اللي واحد يقدر يحكي بها ويقول كلمه الحق، اللي بصراحه ما نقدر حقيقه يعني اذا انا اقول لك هم يخيروك. وطبعا انا معتقد سابق لو تعرضنا لا ما تعرضنا، وهم نفسهم يعني بالتحقيق يخيروك، هل انت تبقى وتستمر فعقابك يكون مثل ايهاب الوزني، هل تسكت في بيتك فنحن نسكت عنك. هذه هاي الحقيقه. اتكلم وانا سابقا من منذ 2011 وتظاهرات 25 شباط، وانا اتصلت بكم عده مرات، وانت لكثره اتصالات احتمال لا تعرفني جيدا الان، لكن انا متصل معك عده مرات. نعم اخي بسام، انا اشرف اخي بسام. يعني تدري انت اي دوله تحدث بها جرائم وعمليات اغتيال بشكل متسلسل راح الاستخبارات تبني فد آلية معينة تقوم بتعقب هذه الخلايا أو هذه الميليشيات أو من يرتكب هذه العمليات. يعني خلال احنا من بداية ثورة تشرين ولغاية الآن ما قامت ولا كيف يتعقبوا؟ نعم ولا قوة أمنية بإلقاء القبض على القتلة. هل الحكومة هي القاتلة يا أخي؟ الحكومة هي القاتلة. نعم كيف تريد من القاتل ان يحاسب نفسه؟ كيف يا استاذ انت كيف شلون تريد القاتل هو يجي ويقول لك انا قاتل وبحاسب نفسي؟ الحكومه والميليشيات وجهها لعمله واحده، لكن هذا يشتغل بنغمه ناعمه وهذا الوجه القبيح لها. اذا لم يخرج الشعب بكامله كما فعل في بدايه تشرين في اوائل ايامها لن يتغير شيء، سوف يبقى يقتلون ويسرقون الملايين ولا احد يقدر ان يستطيع ان يتكلم عليهم كلمه، ومن يجرى فقط بالكلام ويقول لهم انتم فاسدون يحصل لهم ما حصل لهم رحمه الله. الله يرحمه ويعوض الجنة. أنا أشكرك أخي بسام من بغداد الناشط كان معنا. خلونا نشوف تشييع الشهيد إيهاب الوزني في محافظة كربلاء وبكاء أمه في ساحة الأحرار. نسأل الله أن يرحمه وأن يعوض الجنة وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. Let's go.
اليوم ما إنا لله وإنا إليه راجعون. مآسي العراق لا تنتهي، وهذه المصائب على يد الطغمة الحاكمة في العراق. معنا اتصال محمد من كربلاء. أخي محمد تفضل، أنت من كربلاء، كيف يعني تلقيت خبر اغتيال الناشط إيهاب الوزني؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الرحمة والغفران لشهداء العراق الأبطال، والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والعار لقتلة العراقيين. ألو أسمعك أخي محمد. أخوي أستاذ عمر، اليوم أنا خارج، مو بكربلة، خارج كربلة اليوم، وأنا سيارتي عاطلة وسحنية بلا طيفية، ما أعرف الوضعية شلون مالون. المهم نعم أخوي، بالنسبة لإيهاب الوزن رحمة الله على روحه، وبالنسبة للسجاد العراقي، وبالنسبة لهشام الهاشمي، جميع واحد اقتاله وقتلوه يعرفون من قتله ويدرون، الدولة نفسها تعرف يا هالقتل ويا هاليدري. دام موجودة ميليشيات وأحزاب خارجة عن القانون والسلطة، العراق ما راح يصفو ولا يستقر، زين؟ لأن الدولة ما مسيطرة عليه، هاي واحد. اثنين، حكومة ضعيفة، الحكومة ضعيفة جدا، ما تقدر تسيطر على المسيء، زين؟ لأن هسه الحكومة الجاي قدامك موجود الكاظمي وغير الكاظمي، ما يقدر يتحكم بالدولة ولا يقدر يطأ أي تنفيذ وأي قرار إذا ما توافق الأحزاب عليه. نعم زين. اي فهسه انت تتوقع يعني انا اليوم عندي شغله جرف الصخر، رحت الجرف الصخر ما رجعوني، ما خلوني اطب، يقولوا لي ترجع لو نحطك بالسرامه ونسرمك، زين ترجع لو نحطك بالسرامه ونسرمك. نعم. زين اذا هي الدوله كلها ميليشيات وكلها عصابات، يصير القتيل ويصير البوق ويصير الفساد ويصير حق ماكو اليك، زين؟ وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، والله مربي ينتقم من كل ظالم بحق. هذا شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة، شهر الطاعة، شهر الغفران، شهر المحبة. زين أخوي أستاذ عمر، نعم والله العظيم يا أستاذ عمر، يعني مأساة مأساة. زين هسه لمن قتلوا إيهاب رحمة الله على روحه، وقتلوا هشام الهاشمي، واختالوا سجاد العراقي، زين ما فكروا بجهالة، ما فكروا بزوجته، ما فكروا بأمه بأبوه، مو صحيح؟ نعم. يعني هو شنو الكتل؟ يعني هذا إنسان الله رب العالمين سبحانه عز وجل يقول وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأحسن خلق، رب العالمين خلق الإنسان أحسن خلق وتقويم وصوره أحسن تصوير، ويجي واحد يكتله؟ زين حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. زين؟ نعم أخي محمد، والله ينتقم من كل ظالم. أنا أشكرك، أخي محمد من كربلاء كان معنا. خلونا نشوف مواطن من محافظة كربلاء وهو يتهم صراحة إيران بقتل الناشطين والمتظاهرين. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. زين دمرون العراق، طلع زيون إيرانية، نعلت الله على أبو إيران لأبو أمريكا، هاي الزيولة الإيرانية وزيولة عندنا بكربلاء ضالين ترى ومعروفين، هي معروفة العتبة، واحد ما يعرف العتبة عمي، العتبة هو بيها واحد عراقي، ما بيها واحد عراقي العتبة عمي، كلها زيون إيرانية هاي. بالأربعينية من ضربنا؟ بالأربعينية بس بالأربعينية ضربونا عمي، ما ضاربينا. حاطينا بالسجن، مسوين طوق علينا، خاف واحد يحكي يدثروا ببيته. ملينا من هاي الحال، 18 سنة صار بلدنا مستعمر من نيران، فنريد الشباب العراقيين الأصلاء، ولد البلد، ولد الشيوخ، ولد العشاير، الكل تطلع ويانا، لا يخلون بلدهم سايب. دمروا المدارس، دمروا لكم التعليم، دمروا الداخلية، ما خلوا. يعني شنش منتظر انت اللي يفلسون بيتك عليك ما تطلع؟ اشتاني هاي المستشفيات إيهاب على شنو انكتل؟ على مود مستشفى التركي عمي، داعبي داعبي كتله السفلة، ولد السفلة، انحلبوا المحافظ لابو حتى عبد المهدي وأحمد الصافي. احنا ما نخاف من ذال الزيول الإيرانية، احنا هذا بلدنا عمي، ترعرعنا بيه
والعراق له تاريخ اقدم من ايران. ايران تجي تستولي على بلدي ثروتي ومالي واهلي وناسي كلها تاكلها ايران وتبلعها؟ ما حد يقبل في هذا الحكي عمي. احنا نريد ناس شرفاء. هاي الشيوخ العشائر النايمه مع الاسف عليها والله والله مع الاسف نايمه شيوخ العشائر ما تطلع لولدها. يعني هسه انت بس من تجي تقتلون ابنك تطلع تروح تاخذ فصله وترجع تنام؟ الله ما يرضى لكم هاي. نعم كلام واضح وصريح من قبل مواطن محافظة كربلاء أبو ياسين من ديالة. تفضل أبو ياسين. أهلا وسهلا يا أهلا بك. الشهيد البطل إيهاب الوزني هو قام من قامات تشرين وأخي نعم. عمر هو استشهد على شقين. الشق الأول هو شهيد تشرين الشق الثاني شهيد كربلاء. خليني أسد هذا الكر بلائي ما أدري كربلاء خليني أطلع للبيان على هذا القتل. بطل كربلاء هو استشهد بمنطقة آمنة محصنة وتدعون بها بالمرجعية ويصلت المرجعية. أما القتلة أخي عمر إذا قلنا الميليشيات هم الحكومة وإذا قلنا الحكومة هم الميليشيات لأنه الميليشيات إنتاج الحكومة. هذا أمر واضح. توجيهات إلى نقطة نقتله وهذا المسلسل ما ينتهي. ما طولك صوت وطني صوت حر عراقي أبي يقتلون المتظاهرين يقتلون الناشطين هذول دولة إيران. هسه كلهم ما خنسوا ما لهم أصوات وهسه كلها يمكن مقراتهم خلت نزمة وراح وقتها وغير مكانات دول السياسيين الجزء. وهذا صرصور صرصور السياسة قدوا يلا وين تطلع يا صرصور يا قدوا يا مقتدى ما يسمى مقتدى الصدر والله حرامات انت ابن الصدر. بس ارجوك ابو ياسين ابو ياسين ابو ياسين نعم. ارجوك ممكن تعبر عن رايك بس بدون تجاوز ارجوك. القتله مالتنا هم ذولا اخي عمر كيف نحترمهم؟ مو احنا شفنا بساحه استضافه شفنا ضيف شفنا ويلات شفنا والله العظيم من يعتقلونا يا عمر اذا قتلنا الدنيا والدين نعم. يعني حتى كيمياء ضربونا بالمعتقلات والله العظيم يعني مو نحكي يعني بحرقه من نفسها لان هو يطلع يتبحج يدعي نفسه للاصلاح ويدعي نفسه للاسلام الوطني السيادي يدعي نفسه بالعراق هم ذول قتلتنا ذول المقطع عشان بس بعد ايران. فأخي عمر كيف نحترمهم؟ لا ما لا لازم يكون الكلام بالمستوى أبو ياسين. نعم نعم الحلقة هذه يا عمر ماشي من حقك تعبر عن رأيك بس مريد تجاوز من حقك تتكلم بس بدون تجاوز. أبو ياسين أنا بقالي دقيقة للبرنامج راح أخذ أبو ذي الفقار أترخص من عندك. أبو ذي الفقار من نينوى تفضل. أبو ذي الفقار عندنا دقيقة. تحياتي حياك الله يا أهل البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز بالنسبة إلى هذه الحكومة لا علم باغتيال الناشط الوزني نعم. والناشطين والصحفيين ومن ضمنهم هشام الهاشمي وحمد في البصرة ولا هذا الاستنفار ضد المتظاهرين. الحكومة لا تحمي المتظاهرين ولا تحمي المواطن تحمي القنصليات والسفارة الإيرانية عندهم أهم شيء. والله عيب على رئيس حكومة يقود دولة مثل العراق العراق العظيم وشعب العراق العظيم. وتحياتي لكم. شكرا عبد عليكم الفقار من نينوى كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم تحية لقناة الرافدين. يقول صوت الشعب العراقي يقول العمامة الخمينية هي من تفتي بقتل العراقيين. يقول لعن الله إيران وميليشياتها الإجرامية. يقول إن شاء الله نهايتكم قربت والنصر لثورة تشرين والخزي والعار لذيول إيران. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة تحدثنا فيها حول عملية اغتيال الناشط إيهاب الوزني. نسأل الله أن يكتبه مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وكذلك عرضنا لكم صور لحرق جزء للقنصلية الإيرانية من قبل المتظاهرين المحتجين في محافظة كربلاء. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.